سيف هنروح لزميلتنا سالة حامد ونرصد مع بعض فرحة أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر، لكن قبل ما نروح لسالة، مستر كولر أحرز 5 بطولات في 10 شهور. من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ببارك لحضرتك يا كابتن ايمن وببارك لكل جماهير النادي الاهلي، اعظم جمهور في الكون واعظم اعضاء في الكون. طبعا زي ما حضرتك شايف ورايا فرحه كبيره يا كابتن ايمن، طبعا ببارك لحضرتك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله نكون معاك بعد المباراه ونحتفل طبعا كلنا ومع الكباتن في الاستوديو مع اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. وزي ما حضرتك شايف طبعا الفرحه ورايا واعضاء النادي الاهلي، ببارك لحضرتك مليون مبروك. شايف مين احسن لاعب في المباراه النهارده؟ وطبعا احنا شفنا يعني يمكن 11 لاعب في الملعب، 11 راجل. تقولي مليار مبروك مش مليون مبروك، ودي ثقافه النادي الاهلي، ثقافه الفوز. انا التعادل بالنسبه لنا هزيمه يعني، بس النهارده الاهلي رجاله يعني زي ما عودونا، واللي حصل النهارده مش جديد على الاهلي، ده طبيعه النادي الاهلي. ببارك لحضرتك مليون مبروك، تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ طبعا موسم اكتر من رائع. اولا تحياتي للكابتن اسامه السويسي طبعا في الاستوديو، بقول له وشك حلو جدا طبعا علينا، هو لسه جاي امبارح فوشه حلو قوي على الاهلي. الاهلي طبعا طول عمره كبير، واهم حاجه النهارده في الفوز النهارده الجول بلس 90، ده فارق معانا جدا جدا يعني، وحاجه بتفرحنا. اللعيبه كلها النهارده ممتازه طبعا، لعبنا باقل مجهود على قد تقريبا، خدنا من الماتش اللي عايزينه وعلى قد مجهود الماتش، عملنا اللي احنا عايزينه وكسبنا وسكور كبير، وان شاء الله اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. ببارك لك طبعا مبروك، تحب تقول ايه النادي الاهلي وشايف مين احسن لاعب في الماتش؟ حابب اقول للنادي الاهلي انه نادي كبير ونادي مش ما يعرفش المستحيل، النادي ده احسن نادي في التاريخ وما يهمناش احسن فريق. وانا بقول اهو، انت شايف مين احسن لاعب في الماتش؟ لاعب واحد انا شايف احسن لاعب في الماتش حسين الشحات. حسين الشحات، ببارك لحضرتك طبعا مليون مبروك، تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واكيد مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي؟ يعني بصراحه الفرقه مع مستر كولر رجعنا تاني لايام جوزيه، رجعنا تاني للثلاثيات والرباعيات اللي احنا كنا بنشوفها، بنبقى نازلين الماتش واحنا مطمنين عارفين ان ان شاء الله نادي الاهلي هيكسب، بنسال بس بعض هو السكور هيبقى كام؟ يعني احنا السؤال اللي بقى بيتسال دلوقتي السكور هنخلص كام؟ ولكن الحمد لله الحمد لله، ده نتيجه شغل اداره شغاله شغل من نار من اول يوم. الجمهور شغال يعني بيدعم الفرقه على الحلوه والمره مع بعض، فيعني البطولات جايه ان شاء الله، واللي احنا مستنيينه دلوقتي من فرقه النادي الاهلي كاس العالم للانديه، كاس الدوري الجديد بتاع افريقيا، كاس اتغير الدوري الافريقي بقى بالمسمى الجديد بتاعه، ان شاء الله مستنيين بطوله من النادي الاهلي في الاثنين دول ان شاء الله. ببارك لحضرتك طبعا مليون مبروك، مليون مبروك شهداء مليون من النادي الاهلي. ببارك لحضرتك طبعا مليون مبروك، تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واكيد مستر مارسيل كولر؟ قال لهم طبعا الف مبروك، والف مبروك النهارده على الماتش والاداء الحلو اللي قدروا يشتغلوا في الشوط الاول، ومبروك عليهم الدوري ومبروك مجلس الاداره ومبروك جميع النادي الاهلي كله.